ندخل بموضوع جديد ليبيد ميتابوليزم، وراح نحكي شوي اليوم عن الممبرين كمان بما انه جزء من الليبيد، فهو عباره عن فوسفوليبيد ممبرين. راح نحكي عنه ونحكي عن خصائصه. نبدا بالليبيد ميتابوليزم. شو هم الليبيد؟ شو هم الليبيد؟ هل لهم ستراكشر محدد ولا ممكن يكون ديفرنت ستراكشرز؟ ديفرنت ستراكشرز. الكوليسترول بيختلف تماما عن الترايجليسرايدز، بيختلف تماما عن الفوسفوليبيدز. اوكي، في عندي ديفرنت ستراكشرز بيشتركوا بشيء واحد، انهم they are non polar، they are water insoluble. water insoluble وهي ادفانتج، انه انا عندي الممبرين ما بيدوب المي، فعامل كعازل بين يفصل الخليه عن السراوندينج تبعها. زي ما قلنا كان بي اكستراكتد باي نون بولار سولفنتس. موجود عندنا من ضمن الممبرين كفوسفوليبيد، موجود عندنا بداخل الاديبوس تيشو كترايجليسرايد، موجود ككوليسترول بالاديبوس تيشو، ممكن نخزنه ممكن نستخدمه كمصدر للطاقه. ضمن اللايبوبروتينز كمان اليوم رح نحكي عن الكايلومايكرون واللايبوبروتينز وكيف بتكون عندنا التركيبه. مصدر طاقة رئيسي لما يكون عندي الجلوكوز غايب. اوكي، يعني انا لما بكونش ماكله هلا شو صايم؟ صار لي 10 ساعات، جسمي على اي اساس يعني ايش بيعتمد بالحصول على الطاقة؟ قبل المغرب مش بنكون بالمطبخ وبنطبخ وبنشتغل ونوم نجيب طاقة عشان نشتغل؟ ليبيدز، ليبيدز نقدر احنا نعمل ميتابوليزم للليبيدز بنحصل منها كميات هائلة من الطاقة احسن من الجلوكوز. اوكي، برضو it's responsible for dissolving and absorption of fat soluble vitamins. انا في عندي اربعة فيتامينز هدول بيدوبوا بالليبيدز، A والD والE والD. اوكي، كل واحد فيهم له فانكشن معين بالجسم، A D E و K، اربعة فيتامينز نحتاج الليبيدز عشان يدوب لي اياهم وعشان يمتصهم يدخلهم لداخل الجسم. اي خلل فيهم هدول يا اما بيشتغل كوينزيم لإنزيم معين او بيشتغل كريجولاتوري فاكتور داخل الجسم، وبالتالي اي ديفيشنسي فيهم راح ينتج منها خلل بالجسم. يعني عندهم فيتامين دي ديفيشنسي شو بينتج عنه؟ دي بصير عندهم كساح، ريكت صح؟ طيب والكي؟ كي يقلل التخن، هو مسؤول عن الكلوتينج فاكتور سينثيسيس. فاذا ما كان معناته الكلوتينج فاكتورز ما راح تتصنع بالشكل الصحيح تبعها، وراح يزيد من فرصه البليدنج عند هدول الاشخاص. ديفيشنسي للكي. طيب زي ما قلنا كل واحده منهم لها وظيفه معينه. في عندنا برضه اشياء ثانيه مثلا السكس هرمونز، الستيرويد هرمونز زي الالدوستيرون، هاي كلها بتتصنع من ليبيدز الكوليسترول. في عندنا البروستاجلاندينز كمان، رح تشوفوا انه في عندنا بعض الفاتي اسيدز ممكن اصنع منها بروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز بنفيشال فور اور اورجانز مينلي فور ستومك اند كيدني، الكلى بنحافظ على الهيموستاسيس تبعها من خلال تصنيع البروستاجلاندينز، بيعملها بروتكشن وبرضه للستومك بيحمي لي اياها جدار المعده من انه يصير في تقرحات نتيجه وجود البروستاجلاندينز. فكمان لهم وظيفه ثانيه غير انه مصدر طاقة وإنه يدوب اللي هم الفات سولبل فيتامينز والأشياء. طيب حاجتنا اليومية من الفات أو الشيء اليومي اللي إحنا بناكله بحدود 60 ل 90 جرام، مينلي على شكل تريجليسرايدز. على كيف بناكلهم هدول؟ ضمن اللحمة أو الدجاج اللي أنت بتاكله، الزيت اللي بتضيفه على الطبخ تبعك على الاكل. اوكي، هاي زيوت كلياتها تريجليسرايدز، كلياتها تريجليسرايدز. فاكلنا كلياته بيحتوي على نسبه منيحه من الفات بالاضافه للبروتينات والكربوهيدرات. عمليه الدايجستشن له بتبدا بالستومك، ولكن باي لينجوال اند جاستريك لايبيزز. عمليه الدايجستشن بتبلش
بالستومك. الكربوهيدرات وين كان ببلش الدايجستشن؟ الفم، بالماضي. اوكي، هلا مجرد احنا ما طلعنا هدول التو لايبيزز، هدول مسؤولين مش عن الطوال، يعني الفاتي اسيدز طويله هدول ما بيقدروا يعملوا لهم هيدروليسيس، هدول بيشتغلوا بس على الشورت والميديم تشين فاتي اسيدز. وهي ادفانتج للناس اللي عندهم سيستيك فايبروسيس والبنكرياتيك لايبيز اصلا ما بصير له سكريشن لانه بكون الدق تبعه مسكر. اوكي، هدول بكونوا عرضة انه يكون عندهم ديفيشنسي بالفاتي اسيدز، فاللايبيزز اللينجوال والجاستريك لايبيزز ممكن انهم يغطوا شوي مكان البنكرياتيك لايبيز. وبرضه البيبيات المواليد الجدد الصغار هدول اللي بكونوا بس بيرضعوا حليب، الحليب بيحتوي على شورت اند ميديوم تشين فاتي اسيدز، فكمان اللينجوال والجاستريك لايبيز بيساعد بعمليه الهيدروليسيس. طبعا هدول الدايجستشن لهم اسهل، الامتصاص لهم اسهل، الامور كلياتها بالنسبه لهم اسهل. تمام؟ شو في عندنا بعد هيك؟ بنزل على الانتستين، الانتستين في عندنا من البنكرياس بيجينا البنكرياتيك لايبيز، ببلش عندنا عمليه الدايجستشن لا الترايجلسرايز، بكسر لي رقم 1 ورقم 3 البنكرياتيك لايبيز وبفكك لي اياه. وبعد هيك طبعا عمليه الايموسيفيكيشن، عشان انا عندي ليبيد وعندي ووتر، السوليوشن اللي فيه المعده السكريشنز تبعت المعده عباره عن ووتر سكريشنز، انا حطيت فيها ليبيد، فلازم هدول ينخلطوا بشكل جيد حتى انه الانزيمز تبعتي تشتغل. فعمليه الايموسيفيكيشن مسؤول عنها اللي هم البايل سولز والبيرستالتيك موفمنت. البايل سولز كيف الصابونه تعمل ايموسيفيكيشن بين الزيت وبين الماء. اوكي، ونفس الشيء عمليه الخض هاي اللي انت بتحطها، لازم تحط نقطه زيت مع كاسه ماء، حطها بقنينه وضلك خض فيها، مش بصير زي الايموشن معك. طبعا برجع يفصل بعدين، بس انه بعد خلال عمليه الخض انا بعمل هاي الدروبلس، بصغر الحجم تبعها وببين عندي على شكل ايموشن. تصغير الحجم معناها السيرفس اريا لهي الدروبلس صارت عندي اياها كثير كبيره، والفرصه انه هذا اللايبيز يرتبط على الانترفيس بتوين ذا ليبيد اند ذا ووتر فيزز، هذول بتكون فرصته اكبر لما يكون حجمها اصغر. اوكي، بالاضافه لهي العمليات كلياتها كمان في عندي كولايبيز بيشتغل مع البنكرياتيك لايبيز. الكولايبيز هذا شو بيعمل؟ بيعمل انكورينج. كيف عارفين كيف الخطاف هذا تبع السفينة؟ مش بيثبت لي اياها بالبحر بالارض عشان ما تروح لهون ولا هون. نفس الاشي هذا بيعمل بيشبك لي اللايبيز على سطح الدروبليت اوف ذا اويل، فبزيد عملية الدايجستشن للاويل الموجودة. طبعا البايل سولز وين بتصنع؟ وين بتصنع؟ باللبن. باللبن بتصنع من الكوليسترول وبتتخزن بالجول بلادر، بتكون طبعا كميات هائلة من البايل سولز موجودة عندنا بالجول بلادر مخزن. طيب عملية الديجراديشن لليبيدز، بتذكرين لما كنا نحكي عن الكربوهيدرات الشوغرز قلنا لازم اكسره على اي شكل عشان يقدر جسمي يمتصه؟ لازم يكون ايه؟ اجى سؤال. شو؟ لازم يكون مونوساكرايد. اوكي، ممكن يكون داي؟ ابدا. اوكي، نفس الشيء هون. هلا اي شيء موجود على شكل ايستر ما بقدر امتصه. اي شيء موجود على شكل ايستر ما بقدر امتصه، يعني مثلا اكلت شيء فيه زيت زيتون. زيت الزيتون مينلي موجود على شكل ترايجلسرايز، وفي عندي شويه فري فاتي اسيدز. تمام؟ هلا هذا الترايجلسرايز اي كانت ابزورب، ما بمتصه جسمي، يعني امعائي ما بتمتصه الا اذا كسرته بالاول لمونو اسيد جليسرول زائد تو فاتي اسيدز. الفاتي اسيدز هلا بعد هيك هلا بنشوف كيف عمليه الامتصاص. بس كل شيء لازم يصير له ديجريديشن، لازم يتكسر. المسؤول عن الترايجلسرايد ديجريديشن هو اللايبيز انزيم، حكينا انه في عندنا البنكرياتيك لايبيز،
حكينا انه في عندنا الكولايدز، الكولايدز هذا اللي بيعمل انكورينج، بكون موجود بالفلازمون 1 مع الايديز اصلا and it will anchor it to the lipid aqueous interface على المنطقة الفاصلة بين الليبيد والووتر. It's activated by trypsin، اوكي، واحد من الانزيمز اللي كانوا موجودين من ضمن الريجوليتد انزيمز. شو بنعمل هذا هاي؟ بنسوي لي التنتين من على الطرف ونخلي الجليسرول مع الفاتي اسيد الاخير. ليش؟ هلا هاي بهذا الشكل، انا بكون على شكل ايستر. احنا ما فاتت اللي قلنا صوتها عالي. شايفين هذول الثنتين؟ هلا هاي عندي اياهم نون بولر، يعني بكون على شكل ايستر. من هاي الجهه فاتي اسيد، من هاي الجهه فاتي اسيد، من هاي الجهه فاتي اسيد، والاو اتش اللي كانت اصلا بولر كلها مرتبطه ب بونت. اوكي؟ كلها حتصير فاضي، كلها راحت جزء كبير من الكولاريك تبعتها. فانا لازم احوله مره ثانيه، هاي بكسرها، بطلع عندي كاربوكسيليك وتش بولر، هاي كاربوكسيليك وتش بولر، شو ضل عندنا هون؟ فاتي اسيد مرتبط على CH2OH، CH2OH، وتش بولر. تمام؟ هلا صاروا كل المولكيولز بولر. هاي هي او اتش عليه بولر، والفاتي اسيد اللي طلعوا كمان بولر. في عندنا واحد من الأدوية اللي هو الأورمستات، الأورمستات موجود عندنا بالصيدلية. إتس أن أنتي أوبيزيتيتر للسم اللي بيستخدموه. بيعمل إنهيبيشن للجاستريك والبنكرياتيك لايبيزز. بيمنع الدايجستشن للترايجليسرايدز، وبالتالي إذا أنت ماكل وجبة تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت شو بصير فيها؟ ما بصير حدا دايجستشن، وبالتالي ما بصير حدا صوت. اوكي؟ انا باكل اشياء فيها فات ولكن ما عم يمتصها جسمي، خلص عم تطلع. طيب شو بسحب معه هاي؟ ذكرين الفات صرب الفيتامينز؟ معناته هذا دوما بصير استخدمه فترة طويلة. واضح؟ ما بصير استخدمه فترة طويلة، إذا بستخدمه بده يكون لفترة بسيطة وبعد هيك بتوقفه. لازم تاخذ سبلمنتس من الفات صرب الفيتامينز حتى انه تخفف من مشكله الافشنسي بهاي الفيتامينز. اوكي. الكوليسترول ايستر ديجريديشن هو الكوليسترول ستريس انزيم، كوليسترول ستريس انزيم بيكسر لي الفاتي اسيد الموجود على الاو اتش الموجود على الكارتين. اوكي؟ هاي 1 2 3 في عليها او اتش، هاي الاو اتش بصير 3 او اتش. معناته شايفين المركب كلياته كله نون بولر، وشو عندنا؟ بس الـ OH جزء بالبولر. فاتي أسيد كله نون بولر، في كاربوكسيليك هي البولر. أوكي؟ فهي بصير لها هيدرولايسيس لكوليسترول فري فاتي أسيد. طبعاً الاستريفايد كوليسترول نسبته مش كثير كبيرة، بين 10 و15% فقط، وبصير عندنا أكتيفيشن لا الكوليسترول استريز انزيم باي باي سولتس. الباي بحفز الكوليسترول استريز انزيم. الفوسفوليبيدز كمان لازم تصير لها ديجريديشن. في عندي انا تو انزيمز ريسبونسبل فور ذا ديجريديشن اوف فوسفوليبيدز. اول شيء اللي هو الكربون نمبر 2، هاد موجود على الكربون نمبر 2، طبعا هون في او، إذا معكم دوسية ضيفوها. هو إيستر مش أوكي. بيعمل ديجريديشن لهذا الفاتي أسيد الفوسفولايبيز A2. أوكي. وفي عندنا اللايزو فوسفولايبيز، اللايزو فوسفولايبيز بيعمل له رقم 1. شو صفوا عندي؟ صفوا عندي جلسرول مع هادون كولين. أوكي. كولين جلسرول مع كولين جليسرين فوسفو فوسفورين كولين. هلا هذا المركب اللي ضل عندنا فاتي اسيد طلع، هذا المركب اللي طلع يا اما بصير له فرد ديجريديشن، يا اما بصير له ري ابزوربشن يعني بيصير من كيلو، او انه بصير له اكسكريشن. اوكي؟ يا ابزوربشن يا ديجريديشن يا اما اكسكريشن انفيست. طيب
الكنترول لهي العملية كلها كنترول باي تو هرمونز. الهرمون الأول اللي هو الكوليسيستوكاينين. الكوليسيستوكاينين بينفرز من ميكوزا اوف ذا جيجنوم اند لور جيجنوم. له ثلاث وظائف، بيروح للجول بلادر بقولها افريزيل باي، مجرد انا ما اكلت وانتقل عندي للانتستين سمول انتستين على طول الاوامر بتروح انه مجرد ما حس الجيجنوم انه صار في اكل شو بيعمل؟ بخلي الكوليسيستوكاينين ينفرز من الميكوزا سيلز تبعته ويروح يعطي اوامر للجول بلادر انها تفرز باي، للبنكرياس يفرز البنكرياتيك انزيمز، وبنفس الوقت بقلل الجاستريك موتيليتي، بقلل الجاستريك امبينج، انا ما بدي كل الاكل اللي بالستومك ينتقل للديدنوم، بقلل هاي الموتيليتي وبقلل الجاستريك امبينج. الهرمون الثاني اللي هو السكريتين، السكريتين هذا كمان من الانتستينال صاص بنفرز، مجرد انا ما انتقل عندي الاكل من المعده للامعاء، انا عندي المعده قديش البي اتش؟ 1.3 قلنا، بتصير 2 مع الاكل يمكن تصير 3، اوكي؟ طب الانتستين؟ 5.7 قلنا، اوكي؟ من 5.7 لحدود ال 6. الانزيمز تبعت البنكرياس هاي باي بي اتش بتشتغل؟ باي بي اتش بتشتغل؟ انتستين، اوكي؟ مع 6 بدها تشتغل، من 5.7 ف لازم الـ pH تبعت الأكل ترتفع لـ pH تبعت الانتستين اللي هي 6، دخل عندي أكل بـ pH 3 على طول الجسم السكريتين بفرزه، بروح بعطي أوامر للليفر والبنكرياس يفرز البايكربونيت، البايكربونيت بتعمل نيوتراليزيشن للـ HCL الموجود عندي بالستومك سكريشنز اللي موجودة بالأكل مع الأكل، فبعدل الـ pH تبعت الـ الطعام اللي دخل للسمول انتستين بيعدل لي اياها ل بي اتش 6 بحيث انها تكون مناسبه للانزيم اللي هتشتغل. طيب نيجي للابزوربشن. هلا احنا حكينا انه كل شيء شو عملنا له؟ ديجريديشن. هاي عشان اقدر ادخله لجوا الخليه، عشان اقدر ادخله لجوا الخليه. هلا عمليه الديجريديشن هاي فكتت لي اياهم لفاتي اسيدز، لكوليسترول، ل 2 مونو اسيد جليسرول، اوكي؟ ايش كان في عندنا؟ كان في عندي بايل سولتس كمان، هاي من ضمن الاشياء حتى انها تعمل ايماسيفيكيشن. هلا كل هدول بكونوا لي ما يسمى بالميكس مايسل. شو يعني ميكس مايسل؟ بتكون عادة هايدروفوبيك من جوا وهايدروفيلك من برا، يعني مثلا بتحكي عن فاتي اسيد، الفاتي اسيد في عنده كاربوكسيلات، في عنده التيل هاي الطويلة اللي هي عبارة عن ايش اللي هاي بتكون من جوا والهيد تبعه اللي هو الكاربوكسيل من جوا هاي بتكون من برا، اوكي؟ رح تشوف نفس الشيء، الكوليسترول الاو اتش تبعته من برا والباقي من جوا، كلياتهم بنفس الطريقة، يعني هاي اللي هو التو اسيد او التو اسيد الكوليسترول اللي حكينا عنه عبارة عن فاتي اسيد على رقم 2 برضه موجود مرتبط مع الجليسرول. هاي هون مثلا هاي عبارة عن بايسون، هون عندي بولا لكن من الجهة الثانية، هاي الاو اتش صارت من جوا مش من برا لأنه أصلا هون عندي كاربوكسيليك مور، الكاربوكسيليك مور بولا هي اللي لابسة كمان، فهاي بتكون كلياتها ميكس مايس. شو هاي الهدف منها؟ طبعا أنا عندي الممبرين نان بولا وهاي نان بولا، مش لازم تمر على السريع؟ في عندي عقبة صغيرة اللي هي طبعا انا عندي اياهم هيك الانتستين عندي اياهم باللايف، اوكي؟ بس خلينا نحكي عن سيرفس. هاي انا عندي الفوسفوليبيدز عبارة عن بولر هيدز ونون بولر تيلز، متذكرين البايلير اللي كنا نحكي عنها بالمقدمة؟ هاي البولر هيدز في شيء نسميه انستيرد ووتر لاير. شو يعني انستيرد ووتر لاير؟ بيكون في عندي طبقة من المي تايتلي باوند لمين؟ لهدول البولر هيدز اللي ممكن يكون عليها تشارج او لا. واضح؟ في طبقة من المي عليهم.
فعشان اي مركب يمر لازم يكون في عنده شويه كولاجين، واضح؟ حتى بالأدوية نفس الشيء لازم يكون عنده شويه كولاجين عشان يمر. مجرد ما اختلف هاي الطبقه خلاص هم الباقي شو؟ نون كولر ماشي، ما هي نون كولر الممبرين، واضح؟ فلازم يمر يعدي من هاي الطبقه الاول، بعد هيك بكمل عمليه الدهون. بالنسبه للشورت والميديوم تشين فاتي اسيدز اللي صار هذول اللي اقل من 12 كربونك، هذول ما في داعي يكونوا ميكس ماكس. اول شيء كان بصير لهم ميتابوليزم او دايجستشن في جاستريك واللينجوال لايبيزز، اوكي؟ بعدين ما في داعي يكونون ميكس مايسل، بصير لهم ابزوربشن مباشر، اوكي؟ ما في داعي بعد هيك يكونوا الاستيل كو اي 4 او سوري الفاتي اسيد كو اي، ما في داعي. وبصير لهم ابزوربشن كمان مره مباشره وبروحوا للدم وهناك بنحملوا على القلب. فهو امتصاصهم مختلف. اوكي دايجستشن والابزوربشن لهم مختلف عن باقي الفاتي اسيدز. طيب هلا شو عملنا احنا؟ فككنا كل شيء، عملناهم ميكس مايسل ودخلناهم لداخل الانتيروسايت. طبعا الدخول مش زي الخروج، يفوت هلا على الدم بس مش نفس العمليه. بالانتيروسايت لازم نرجع نعمل مره ثانيه اسمبلي، لازم ارد اجمعهم كلهم مره واحده. اوكي اللي كان تريجليسرايد بدي ارجعه تريجليسرايد، واللي كان كوليسترول ايستر بدي ارجعه كوليسترول ايستر، كله بدي ارجع ابنيه مره ثانيه كلياته حتى انه يقدر الجسم يمتصه. طيب حكينا عن هالشورت والميديوم تشين، هذول ما في داعي اني احولهم ل لاسلكو اي 4 حتى انه يصير لهم ابزوربشن، يصير لهم ابزوربشن مباشره بنحمله على الالبيومين وبروحوا للدم على طول. المشاكل اللي ممكن انها تواجهنا بالدايجشن اوف ليبيدز، اول شيء في عندنا ناس اللي عندهم سيستيك فايبروسيس. الناس اللي عندهم سيستيك فايبروسيس قلنا انه اي شيء فيه قنوات داكتس يكون مسكر بالميوكس، متذكرين؟ اللي عندهم الكلورايد بامب خربان، هذول بيكون عندهم فيسكس سكريشنز، فالامعاء اللي حلقهم البنكرياتيك داكت كله مسكر. فالبنكرياتيك داكت مسكر شو معناها؟ البنكرياتيك لايبيز ما رح يصير له سكريشن، ما رح يوصل للانتستين، وبالتالي في عندهم مشكله بالدايجستشن اوف ليبيدز. الناس اللي عندهم مشاكل بالمراره، اوكي فيها حصى المراره ومسكره، هذول ما حيفرزوا البايل صوص. وشفتوا البايل صوص قديش كانت بيعمل اكتيفيشن لبعض الانزيمز، كان بيعمل ايموسيفيكيشن، كان بيساعد بعمليه الابزوربشن من خلال الميكس مايسل، هاي كلها كانت وظائف للجول بلادر سكريشنز اللي هم البايل صوص اللي بتكون هاي بنلاقيهاش بالناس اللي عندهم مشكله بالجول بلادر انها مسكره. اوكي طبعا مسكره ممكن يكون فيها حصى، ممكن يكون بعض الاحيان ذا هيد اوف بنكرياس فيه كانسر مسكرها، يعني في اكثر من سبب، بس بالحالتين او كل الحالات احنا نحكي عن تسكير، وبالتالي ما في عندي سكريشنز عم توصل للانتستين. الحاله الثالثه انه يكون في عندنا مشكله بالانتستينال ميوكوزا سيلز، امتصاص تبعها في مشكله للليبيدز. و الشغلة الأخيرة اللي هو الشورت كنترول، مرات إنه بتعرفوا الناس اللي يصير عندهم زي تسكير بالأمعاء ممكن يقصوهم منه، ناس يصير عندهم كانسر كمان ممكن يقصوهم منه، لما يكون عندهم شورت كنترول معناها مساحة السطح اللي كان يمتص منها كل هاي الليبيدز نقصها النص ولا أكثر مرة، أوكي؟ فهاي كلياتها شو رح تأثر؟ رح تأثر على امتصاص الليبيدز. في عندي انا مشكله بالايزنشال فاتي اسيدز، رح تشوفوا كيف انه كان في عندي ايزنشال امينو اسيدز، هلا كمان في عندنا ايزنشال فاتي اسيدز لازم اخذهم بالوجبه تبعتي، وكمان الفات سولفر فيتامينز اللي كان الليبيد بيساعد على امتصاصهم بطل بيساعد، صاروا ينزلوا مع الفيسز مع الليبيدز اللي رايحه بالفضل. هذا بسميه ستوريا، ستوريا اللي هي ليبيدز انفيسيس، اكسس ليبيدز انفيسيس.
اوكي لهون واضح؟ في شيء مش واضح؟ طيب نرجع نجمع الاشياء مره ثانيه. دخلنا على الانتيروسايز، هلا الفوسفوليبيز برجع اجمعها مره ثانيه، ترايجلسرايز، الكوليسترول ايسترز كلياتها برجع بعملها اسمبلي مره ثانيه. طبعا عشان ارجع اجمعهم متذكرين كنا بنحكي عن الامينو اسيدز لازم يكون محمول على ترانسفير ار ان اي عشان ينتقل. الشوجرز الكربوهيدرات كان لازم يكون يو دي بي شوجر عشان ينتقل، هون لازم يكون كو اي فاتي اسيد عشان ينتقل. اوكي يعني اول شيء بنعمل اللي هو انه الفاتي اسيد نفسه دي فاتي اسيد كو اي سنتيز وكو اي واي تي بي بتحول لفاتي اسيد كو. بعد هيك ببلش اربطه مع التو مونو اسيل جلسترول، مونو اسيل جلسترول اسيل ترانسفيرز انزيم بيقول لي فاتي اسيد من الكو اي فورم تبعه ل فاتي اسيد جلسترول، وبعد هيك دايسيل جلسترول اسيل ترانسفيرز انزيم كمان فاتي اسيد بينتقل عليه بيطول لي تبع اسيل جلسترول. الكوليسترول نفس الشيء، كوليسترول بي اسيل ترانسفيرز انزيم وفاتي اسيد كو اي بينتقل كو اي بتطلع الكوليسترول او الكوليسترول ايستر بتتكون عندنا والفوسفوليبيز نفسها. هلا ما هول الثلاثة في عندنا بيتم تصنيع ايبولايكوبروتين بي 48، هذا عبارة عن بروتين مرافق ل انا ما بصير انقل شيء لايبوفيليك ان نيتشر بالدم اللي هو عبارة عن طبيعة الووتر هيك بيكون بسبح بصبحش اصلا. اوكي شو لازم اعمل؟ لازم اشيله بشيء، لازم حدا يحميه، فالايبولايكوبروتين هو اللي بيحميه. تمام؟ شو بيعمل؟ الفوسفوليبيدز كلها بتكون على سطح باي لاير عامله، وجوا بخبي تراي جلسرايدز اللي هي دهون ثلاثيه كلها بتكون جوا، والكوليسترول ايستر ويتش از هاي نان بولر كلها بتكون جوا. الاشياء اللي نان بولر جوا والاشياء اللي فيها شويه بولر بتكون على السطح، ومربوط معاهم مين؟ ايه بولر هاي بنسميها كايرو مايكرون. كايرو مايكرون بتروح للليمفاتيك سيستم بصيرها ابزوربشن بتدخل للبلد. طبعا اذا بدك تعمل تقيس الترايجلسرايد سمعتك او بدك تقيس الكوليسترول المفروض تكون صايم، لانه اذا مفطر شو بتعمل؟ هاي الاكل تبعك، اوكي؟ هذا كله بالدم. بكونش لسه لحق انه ينتقل لجوا الخلايا ويبلش عندنا عمليات الميتابوليزم له والحصول على الطاقة، هاي بكون لسه ما عملناها. فالكايلومايكرون اصلا ممكن يأثر على مش بس فحص الكوليسترول والترايجلسرايدز، ممكن يأثر على فحوصات ثانية انه بيخلي البلازما تبعتنا تهربل. اوكي؟ بين انها لونها صفار دهنية منه. طيب كيف نستخدمه احنا بالتشو؟ احنا عندنا الميجر اورجنز الموجودة، طبعا السكيلتال ماسلز الماس تبعتها كثير كبيرة، اديبوز تشو، في عندنا الفيتال اورجنز الموجوده الهارت الليفر اللنج الكدني، هاي كلياتها تستعمل الفاتي اسيدز كمصدر للطاقه، مصدر للطاقه. ما جبتش سيره البرين لانه ما بيستخدم، اوكي ما بيستخدم البرين ما بيستخدم. هلا بنحكي يعني لما نبلش ميتابوليزم بنحكي عن القصه كلها. طيب ترى اسيل جلسترول هاد شو بصير له؟ احنا حكينا انها شكل كايلو مايكرون، الكايلو مايكرون بتبلش تلف عندي بالدم، وين في عندي اورجان بحاجه ل ترايجلسرايد شو بيعمل؟ في عنده بالكابيلاريز تبعته لايبوبروتين لايبيز انزيم، لايبوبروتين لايبيز انزيم بكسر لي ترايجلسرايد لفاتي اسيدز وجلسترول. الفاتي اسيدز بتنحمل على الالبوم، طبعا احنا قلنا ما في زيت بسبح بالدم، ما في، هذا اويل عباره عن عم تحكي عن فات، فما بزبط اصلا انه يكون ماشي بالدم، لازم يكون محمول على شيء، فبنحمل على الالبيومن والجلسترول. الجلسترول اصلا دايت بس بيروح مباشره على الليفر، بيروح على الليفر. طب لنفرض انه هذا الشخص عنده مشكله باللايبوبروتين لايبيز، لايبوبروتين لايبيز ديفيشن او الكو انزيم تبعه الايبو سي 2، ايش بصير؟ بتراكم لا
الكايلومايكرون راح تبلش تتراكم، اوكي؟ راح تلاقي عندها ترايجلسرايدز عالية، راح تلاقي الكوليسترول عالي عند هذول الأشخاص، طبعاً عملية فاميليا. ليش؟ لأنها وراثية. بالعيلة كلها بتلاقي. تمام؟ بصير عنده هايبر كايلومايكرونيا. الفيت للفاتي أسيدز حكينا عنها، إنه ممكن إنه تنتقل بالدم محمولة على الألبومين وتبلش التيشوز تستهلكها وتستخدمها. وفي عنا الأديبوسايتس ممكن إنها تدخلها لداخل الخلايا وترجع مرة تانية تعملها كومبينيشن مع الجليسرول وتصنع ترايجلسرايد. أجين ترايجلسرايد شو بيعمل؟ بتخزن داخل الأديبوس شو؟ بنضلنا نزيد بالوزن. أوكي؟ هلا ممكن إذا الواحد بياكل وجبات محددة ممكن إنه الكمية اللي أنا بخزنها لما بجوع برجع بستهلكها، أوكي؟ إذا ما باكل كتير معناته اللي بخزنه ممكن أرجع أستهلكه. إذا باكل كتير وأشياء مليانة دهون شو بتكون النتيجة؟ سمنة، أوكي؟ بتكون النتيجة سمنة. طيب الجليسرول، الجليسرول حكينا انه ممكن يدخل ويتكون عندي الاديبوس تيشو، ممكن احنا نستخدمه بعمليات الميتابوليزم. الحدا الوحيد او الاورجن الوحيد اللي ممكن انه يعمل له ميتابوليزم للجليسترول هو الليفر بس. وسجلوا لي اياه عندكم، اللي هو الجليسترول كاينيز، هذا هو الانزيم الوحيد اليتيم الموجود عندي بالليفر المسؤول عن الفوسفوريليشن اوف الجليسترول، عشان انا اقدر استخدمه كمصدر للطاقه. يا اما بكسر الموليكيول وبحصل منه طاقه، طبعا هو جزء من الباثوي تبع الجلايكوليسيس، او انه برجع فيه رجوع وبصنع منه جلوكوز. هلا احنا حكينا انه لما بكون انا عندي الفات هو المصدر تبع الطاقه وانا بلشت اكسر ترايجلسرايدز لجليسترول وفاتي اسيد، الفاتي اسيدز بتدخل وبنبلش عندنا عملية الحصول على الطاقة منها، والجليسترول بروح للليفر وببلش اصنع منه جلوكوز. عندي الار بي سيز وعندي البرين معتمد تماما على الجلوكوز بعمليات الميتابوليزم. واضح الفكرة؟ البرين عندي بيشتغلش على الفاتي اسيدز، بيشتغل بس على الجلوكوز. معناته مين بدي يوفر له اياه؟ ليفر. طب من وين بدي اجيب البريكيرسر؟ في عندي الجليسرول واحد من البريكيرسرز، وممكن نستخدم كمان الامينو اوكي. يعني انا البروتينات اللي ما بحتاجها، لنفرض انه انا مصنع انسولين والانسولين خلص خلص دوره، هلا الجلوكاجون هو اللي شغال، والانسولين اللي كسرته وين رحت فيه؟ الامينو اسيدز اللي طالعه منه ممكن انا اكسرها واستخدمها كمصدر رفع. واضح؟ نيجي للممبرين، كمان هاي المحاضرات السهلة ما فيها اشي كتير بسيطة. ايش وظيفة السيل ممبرين الموجودة عندنا؟ انه يفصل السيل كونتنت الاشياء الموجودة داخل الخلية عن السراوندينج تبعها من المحيط تبعها. طبعا اذا انت بتخرب السيلكتيف بيرميابيليتي اوف ذا ممبرين النتيجة بتكون موت الخلية. تعرفوا انه احنا قديش التركيز تبع الصوديوم جوا الخليه؟ تركيزه ضئيل جدا، معظمه موجود برا. البوتاسيوم عندي عالي جوا الخليه، برا قليل. هلا اذا بتخربط هذا الهيموستاسيس النتيجه بتكون كذا. تمام؟ الخليه ممكن يصير هذا مش يعني على طول مجرد انه هذا الخلل صار. طبعا الترافيك تو اند اوت اوف ذا سيل از كنترول. انا عندي الممبرين مسكر كل شيء، والايون شانلز هدول هم اللي بيتحكموا لي بي كميه الصوديوم اللي لازم تدخل، كميه البوتاسيوم اللي لازم تطلع. هاي كلها كنترول باي ذا ممبرين. المين كومبوزيشن يعني الكومبوزيشن له اللي هو الفوسفوليبيدز، وحكينا انها عباره عن بولر هيد ونون بولر تيلز اللي هم التو تيلز. هدول التو تيلز هو عباره عن فاتي اسيدز، فاتي اسيدز، والبولر هيدز عباره عن فوسفيت جروب، وراح نشوف انه مرتبط فيها واحدة من الموليكيولز الموجودة عندي بالجسم. في عندي ديفرنت فوسفوليبيدز راح نجيهم لما نحكي عن عمليات الميتابوليزم، وكل واحد من هدول وين اكثر شيء متواجد
بالجسم عندنا، وفي اشياء معينه لها وظائف محدده بالجسم، يعني مش بس بالممبرين، ممكن يكون لها كمان وظيفه شيء ثاني نحكي عنهم لما نحكي عن الميتابوليزم للليبيدز ان شاء الله. طيب هاي الجنرال ستراكشر للممبرين، انه عباره عن باي لاير، البولر من برا ومن جوا. اوكي الاوتر عندي اياه بولر، الانر عندي اياه نون بولر. فعندي انا الممبرين عليه فوسفيت جروبز من فوق ومن مقابل للسيتوسول اوف ذا سيل، شيء مقابل للبلاد وفي شيء مقابل للسيتوسول اوف ذا سيل. هذول عباره عن بولر، واللي بالنص هاد نون بولر. شو قلنا لازم تكون طبيعه المركب عشان يمرق؟ بولر ولا نان بولر؟ بولر؟ بولر بمرقش. وهاي اللي نان بولر بمرقش كمان. لازم يكون عنده مينلي نان بولر وعنده شوية بولر. اوكي؟ زي ما قلنا مش بس بنطبق على الموليكيولز، الأدوية تبعتنا لازم ناخذ بعين الاعتبار اللي هي قديش الهيدروفوبيسيتي لا أو ال قديش هو نان بولر هذا المركب. اوكي؟ وفي بولر جروبز ولا لا؟ في شيء قادر يعمل هيدروجين بوندينج، انا بهمني الدواء يدوب بالمي وكمان يصير له امتصاص، صح ولا لا؟ فلازم يكون في عنده شوي بولر وشوي نان بولر حتى انه يقدر يمر من خلال المنهج. اوكي نيجي لديفرنت تايبس اوف فوسفوليبيدز. في عندي اربع انواع من الفوسفوليبيدز، بيختلف عندنا بالهيد اتاتش تو ذا فوسفيت جروب. احنا بالاصل عندي اياه الجليسرول، شايفين هاي الجليسرول هاي 1 2 3 على رقم 1، ورقم 2 في عندنا فاتي اسيد هاي تمام. رقم 3 شو عليها؟ بص عشان هيك احنا قلنا انه فوسفو ليبيد. اوكي فوسفو ليبيد، فهاي الفوسفيت منطبقه مع واحد من الاربعه اللي هم يا اما فوسفيت دال ثانولامين. الثانولامين اللي هو شايفين هاي غطوها هاي ايش؟ CH3 CH2OH ايثانول. ايثانول بنجيها هاي عليه امين، هاي الستركشر تبعها. هلا اذا بدلت الهيدروجينز هدول ب CH3 بصير اسمه كولين، نفس الايثانولامين. هلا اثنين بيصنعوا من بعض، كولين بيصنع من ايثانولامين. اوكي؟ إذا بتطلع عليهم هذول الاثنين، الفوسفيت شو عليه تشارج؟ والنيتروجين؟ النت تشارج اللي عليهم؟ زيرو. نون تشارج؟ زيرو. تمام؟ طيب نيجي للي بعده، السيرين والإنوسيتا. السيرين بتعرفوا السيرين؟ شو عليه كمان؟ نيتروجين. أكيد عليه أمينو جروب وكربوكسيل جروب، بس شو السايد تشين؟ أو إتش. أو إتش. هلا هو مرتبط مع الفوسفيت جروب من جهة الـ أو إتش تبعه، بس سي إتش 2 معناه الكايرا سنتر كربوكسيل تمام؟ النكتات فوسفيت عليها نيجاتيف، هي كمان عليها نيجاتيف وهي عليها فوسفيت، النكتات عليها نيجاتيف. أوكي؟ فأول واحد السنين نيجاتيف. الثاني الانوسيتول، الانوسيتول خلينا نرسم لكم اياه لانه الرسمه هاي بس تشوفها بتنخض، بس لو تشوف كيف سهله الاستراكشر لها بسيط جدا. عباره عن حلقه سداسيه، هاي الاكسجين مربوط عليها الفوسفيت، وهون ما في مش بنزين، عباره عن سايكلوكسين. اوكي عليه او اتش او او اتش OH and OH. صعب؟ سهل جدا، في هذا اوكي؟ طيب هاي عليها ايش تشارج؟ اثنين. شو ضل عندي؟ فوسفيت عليها نيجاتيف تشارج، في النت نيجاتيف. اوكي؟ عشان هيك بنقول الانوسيتول والسيرين عليهم نت نيجاتيف تشارج، بينما الايثانولامين والكولين عليهم نت زيرو تشارج، زيرو تشارج او نو تشارج. طيب الكاركترستكس للممبرين، طبعا المكون الرئيسي لهم اللي هو الفوسفوليبيدز، وفي عندنا
البروتينز كيف الجبال بتثبت الارض، في عندي كمان البروتينز بتثبت الممبرين. طبعا كل واحد فيهم من هاي البروتينز له وظيفه معينه. وبالاضافه لهدول في عندي كمان الكربوهيدرات. الكربوهيدرات موجودين يا اما على شكل جلايكوبروتين، يا اما على شكل جلايكوليبيدز، يا اما على سطح الممبرين. تذكروا الجلايكوزامين جلايكانز، هايليورينيك اسيد والكوندرويتين. هلا بورجيكم اياه كيف بكون موجود عندنا على سطح الممبرين. الخاصية الثانية للممبرين انه فلويد، اوكي؟ طبعا في عندنا حركة دؤوبة للفوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز هذول مش قاعدين وساكتين، بتحركوا كل الوقت، لاترال موفمنت. في عندنا الفليب فلوب، هلا بنحكي عنها، طبعا نادرة ما بتصير. كمان الممبرينز دي ار موزايك. موزايك يعني زي الفسيفساء، عندي اكثر من اشي كلياتهم لهم فانكشنز معينة، بس بالاخر الصورة الكاملة تعطيني الممبرين اللي له وظيفة محددة للجسم. كمان عندنا الكربوهيدرات حكينا عنهم، they are important in cell ecology. fluidity of the membranes حكينا عنهم they are fluid. ف طبعا الفلويديتي اللي بتحكم فيها different factors رح نحكي عنهم. في عندي two types of movement لإله. في عندي lateral movement اللي هي الحركة الأفقية، وهي زي ما قلنا دائم الحركة بتصير بمعدل 2 مايكرونز بير سكند. وفي عندي الفليب فلوب. فليب فلوب انه الفوسفوليبيد يقلب، فيقلب معناته الهيد تبعه لازم يلامس النون بولر تيلز تبعت الممبرين، صح ولا لا؟ عشان هيك هاي العملية فيري رير، ممكن هتصير ولكنها فيري رير. زي ما قلنا it's a fluid and this fluidity is controlled by different factors. الأول فاكتور اللي هو temperature، والشغلة الثانية اللي هو constituents للممبرين. constituents للممبرين هلا مش كل الفاتي أسيدز بتخليه فلويد، في أشياء بتزيد الفلويدتي وفي أشياء بتقلل الفلويدتي. لما بنحكي إحنا عن palmitic acid مقابل oleic acid، البالميتيك اسيد عبارة عن ساتوريتد فاتي اسيد. البالميتيك اسيد ساتوريتد فاتي اسيد، يعني راح تلاقيه على اي شكل؟ هيك. كلهم مفروضين بالسيس كونفجريشن يكونوا فهيك. هيك مفروضين. لما نحكي عن unsaturated fatty acid، unsaturated هذول بيكونوا بالسيس كونفجريشن، فبيكونوا عاملين كينكس. عارفين كيف ماشي الفاتي اسيد، بعدين صار في عندي دبل بوند وانكسر على شكل سيس، فشو صار؟ كينكس. انحناءات صارت بالفاتي اسيد. هذا بيعمل باكينج كويس ولا لا؟ لا، بضل فلويد اكثر، اوكي؟ معناته الانساتوريتد فاتي اسيدز بتزيد الفلويديتي للممبرين، بينما الساتوريتد بقلل الفلويديتي. هاي اول شغله. التمبريتشر ما بتشتغل لحالها، رح نحكي معها مع الكوليسترول. الشغله الثالثه اللي هو شورت تشين فاتي اسيدز، لما يكونوا شورت تشين هذول كمان بزيدوا الموبيليتي وبزيدوا الفلويديتي اوف ذا ممبرين. التمبريتشر زي ما قلنا، التمبريتشر بالوضع العادي بتذوب الفات، يعني اذا عندي على شكل سمنه ايش بعمل؟ بحوله لزيت، صح ولا لا؟ فعشان الخلايا تبعتنا ما تفرط الامور معها، التمبريتشر ارتفاعها وانخفاضها بتحكم فيها عده فاكتورز. الكوليسترول بيشتغل زي بفر بالممبرين. شو بيعمل؟ هلا الكوليسترول موجود بين الفوسفوليبيدز، لما بزيد الحرارة، هلا بتبلش الحركة تزيد لهدول الفوسفوليبيدز، لما تواجه الكوليسترول بالنص بيعمل ريسترين للموفمنت، بيضايقها شوي بالحركة، تمام؟ فبزيد ولا بقلل الفلويديتي؟ بقلل الفلويديتي لما الحرارة ترتفع، اوكي؟ نيجي هلا العكس، لما تنخفض الحرارة بصير عندي باكينج، ببلش انه يضغطهم يحطهم جنب بعض لأنه الحرارة منخفضة. فبما ان الكوليسترول بالنص بمنع انه يصير عندي تايت باكينج،
اوكي ما بيجمعهم مش كثير قراب من بعض لانه الكوليسترول موجود بالنص. اوكي فشو بعمل؟ بزيد الفلويدتي لما الحراره تنخفض، وبقلل الفلويدتي لما الحراره بتزيد. واضح؟ طيب هلا الخليه قادره تتحكم بكميه الكوليسترول الموجود؟ يس. اذا ارتفعت الحراره او انخفضت بتقدر تتحكم بكميه الكوليسترول الموجوده بالممبرين. والشغله الثانيه انه كمان بتقدر تتحكم بنوعيه الفاتي اسيدز الموجوده بالممبرين. يعني انا ممكن اشيل فاتي اسيد واحط واحد بدله عادي، ما واضح؟ بشيل واحد مثلا ان ساتوريتد واحط بداله ساتوريتد، ما في مشكله. ف وي كان كنترول ذات ان ريسبونس تو تشينجز ان تمبرشر، بنقدر انه نتحكم فيها حسب التغيرات اللي بتصير على الحراره. طيب حكينا موزايك ان ستراكشر، هلا الانر ممبرين مش زي الاوتر ممبرين. They are asymmetrical، هذول مش متطابقين، يعني مش برا زي جوا. اوكي؟ رح تلاقي انه الاشياء اللي بتكون عادة لبرا، يعني عندي انا هذا الممبرين وعندي هاي الجلايكوبروتينز هيها موجودة هون. اوكي؟ عادة هاي اللي بتكون موجودة بالاوتر لا سيل ممبرين بتكون موجودة بالفيزيكالز بالانر. واضح؟ شايفين هاي؟ وين هاي؟ هاي على السطح الخارجي بالفيزيكال، السطح الداخلي. يعني إذا ممنوع انتقال السيتوسول من هون كمان ممنوع انتقال من هون. واضح؟ مكانها يا إما من جوا يا إما من برا حسب، إذا ممنوع انتقال السيتوسول خلص ممنوع، ما في زي ما حكينا إنه في عندنا بروتينز موجودة. طبعا عمليات التصنيع للفوسفوليبيدز بتتم بالاندوبلازمك لانه سكريشن على الممبرين، معناته بالاندوبلازمك بتتكل او بعد هيك بروح للجولجي وبعدين بصير له سكريشن على سطح الخلية حتى انه يعطينا السيل ممبرين. في عندنا الممبرين بروتينز ولها دايركشن محدد يا اما بالاوتر يا اما بالانر الفيزيكالز. والكربوهيدرات عادة هذول بيكونوا موجودين من برا وحكينا انهم بيعرفوا على الخلية ريكوجنيشن للسيل او ماركرز بتكون موجودة على سطح الخلية. في نوعين عندنا من البروتينز الموجودة على الممبرين، في عندنا بريفرال بروتينز. بريفرال يعني طرفي، موجود على الطرف وبكون عادة له وظائف مختلفة، مينلي انتيجينيك ماركرز بتكون موجودة على السطح من برا. الانتجرال هاي انتجريتد، هاي بتكون امبيدد انتو الممبرين، مغطسه بالممبرين. اوكي هاي عاده بتكون يا اما ايون شانل بام الها وظائف مختلفه. ممكن يكون انزيم ورابط مع الممبرين، يعني في لهم اكثر من وظيفه. طيب شو في عندنا فانكشنز الممبرين بروتينز؟ اول شيء عندنا ترانسبورتيشن. ترانسبورتيشن ممكن يكون فاسيليتيتد هو عبارة عن أي شانل بس، أو إنه أكتف ترانسبورت بده إيه. في عندنا الإنزيماتيك أكتيفيتي، رح تشوفوا إنه في عندي بعض الإنزيمز بتكون رابطة على الممبرين بس بروجيكتينج تو ذا سايتوسول. يعني الأكتف سايت تبعها وين؟ السايتوسول ذا سيل، بس البروتين نفسه شارك مع مين؟ مع الممبرين. أوكي؟ فهي ممبرين بروتينز ولكنها إنزيم شغال جوا. في عندنا ريسبتورز اللي هم مسؤولين عن السيجنال ترانسدكشن. ريسبتور بيرتبط عليه هرمون زي الانسولين، بينقل سيجنال لداخل الخليه وبيبلش عندنا يشتغل يرفع كونسنتريشن لبعض الاشياء ويخفض لاشياء ثانيه ويعمل كنترول على النظام الموجوده داخل الخليه. في عندنا الانترسيلولر جوينينج عشان تربطني تو سيلز توجذر بروتينز. في عندي سنسر ريكوجنيشن، عادة اللايكوبروتينز هي المسؤولة عن هاي العملية، بتعرف الخلية على الثانية، وآخر شيء البروتينز اللي بتكون عاملة اتاتشمنت مع كولاجين مع غلايكوزيمي جلايكان زي كوندرويتين وهايورينيك أسيد زي ما شايفين هون. هاي عبارة عن هايورينيك أسيد وهذا كوندرويتين، شايفين كيف موجود على سطح. كمان هاي من ضمن الوظائف تبعك.
ضايل 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 كم؟ طيب الجلايكوبروتينز، الجلايكوبروتينز مش سوري الجلايكوليبيدز ايش شبيه بالجلايكوبروتين؟ عباره عن كيف الفوسفوليبيد عسيرين مرتبط عندي مجموعه من الشوجرز اوليغوساكرايد. اوليغوساكرايد هذا عاده بيكون يا اما انتيجينيك يا اما بيعرف على الخليه او يعني بس هي وظيفته ريكوجنيشن للصوره.